نروح لسيدات اليد الاهلي، سيدات ماشيين كويس، شفنا سندس معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت، في تدعيمات، الدنيا ماشيه كويس، كابتن يحيى يوسف المدير الفني ماشي كويس حتى الان. كان عندنا مباراه مع 6 اكتوبر اتلعبت امبارح في صاله طيران بمصر الجديده، فزنا 27-23. الماتش ده كان مهم لان فريق 6 اكتوبر الحقيقه فريق محترم. طيب احنا كسبنا كل ماتشاتنا، كسبنا منوف، حلوان العام، شامبيون الرحاب، هوليدو، 6 اكتوبر الطيران، ماشيين كويس. احنا اول الدوري، الدوري 16 فرقه رايح جاي، هياخدوا اول 4 يلعبوا دوري السوبر. كل التوفيق طبعا لكابتن يحيى يوسف وطبعا اللاعبين.